هذا وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مباحثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ورحب جلالة الملك المفدى بأخيه جلالة العاهل الأردني مؤكدا على عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي تجسد تاريخا طويلا من التفاهم والتنسيق على المستويين الرسمي والشعبي. وأعرب جلالة الملك المفدى وصاحب الجلالة العاهل الأردني عن اعتزازهما بمسار العلاقات البحرينية الأردنية وما يشهده العمل الثنائي بينهما من تطور وتقدم ونماء على كافة الأصعدة. وأشاد جلالته بالمواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه مملكة البحرين، فيما أعرب العاهل الأردني عن اعتزاز الأردن قيادة وشعبا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة الذي تجمع بالبحرين. كما بحث العاهلان مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها. وأكد أن الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب تضافر المزيد من جهود التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار لشعوبها في إطار التوجه العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف. في هذا السياق أكد جلالة الملك المفدى وجلالة العاهل الأردني أهمية وحدة الصف بين الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة والوقوف بحزم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقوف الأردن إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن أمن دول الخليج العربي يعتبر ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات التي تمر بها. معربا جلالة العاهل المفدى عن تقديره لجهود أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومساعيه الخير في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز فرص السلام بما يحقق كل الأهداف المنشودة. حضر المباحثات عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.